الحمد لله نعلم الذات عظيم الصفات سبيل الصفات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الامر الجليل سبحان فقيم الاسم غزير العلم بصير العلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميق الاحسان سريع الحساب شديد العقاب اليم العذاب عزيز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسفل والاحمر المنعوت بشرف الصدر ورفع الذكر صاحب الجبين الازهر والوجه الانور وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين هم خلاصه العرب العرباء وخير الخلائق بعد الانبياء اما بعد فيا ايها الناس رحمه الله فان التوحيد راس الطاعات واتقوا الله فان التقوى عباد الحسنات وعليكم بالسنه فإن السنة تهدي إلى الإطاعة فمن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم البدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية فمن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي والكذب يهلك وعليكم الإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تغضبوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تعبدوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه ينجدكم من النار فبدوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد فمن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأسفاره وذرياته وصحبه أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحمهم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة حسن الله وحسن رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة خالصة وباطلة لا تغادر ذنبا
الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي لحبهم، ومن أبغضهم فبحبي أبغضهم، وغيرهم الذي قبلي ثم الذين يلونهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقهم كل خير وجعلنا منهم، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأهلكهم كما أهلكت عادا وثمود، اللهم لا تجعلنا معهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأثم وأهم وأعظم وأكبر.
استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام اللهم لنا ما اعطيت وما اعطينا وما
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ طيب ما شاء الله.